بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم في أول درس من دروس الصف الخامس الابتدائي لغات. طبعا احنا المفروض كنا نراجع على الفراكشن والديسيمالز والابروكسيميتنج، لكن انا فضلت ان احنا نخش في المنهج على طول، ولو قابلتنا حاجة من اللي فات ان احنا نراجع عليها. الموضوع النهاردة بيتكلم عن converting fraction to decimal form. يعني انا عندي fraction okay، في numerator وفي denominator، وعايز احوله لديسيمال فورم. ديسيمال فورم يعني في ديسيمال بوينت. اوكي، طيب عشان احول فراكشن لديسيمال فورم لازم اخلي الدينومينيتور 10 اور 100 اور 1000 اور 10000 اور 100000 اند سو اون. اوكي، يبقى عشان احول اي فراكشن لديسيمال لازم اخلي الدينومينيتور بتاعي اوكي لازم اخليه 10 اور 100 اور 1000 اور 10000 اور 100000 اند سو اون. تعالوا نشوف. لو جينا خدنا اكزامبل بيقول لي convert to decimal form، جايب لي fractions وعايز احولهم لديسيمال فورم. تعالوا ناخد اول اكزامبل، بيقول لي 3 over 5. ركزوا معايا بقى هنا عشان في بعض الملحوظات المهمة اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا بنحل. هنا 3/5 or 3 over 5 ده fraction عايز احوله لديسيمال فورم. اوكي، يبقى لازم اخلي الدينومينيتور اللي هو 5 لازم اخليه 10 or 100 or 1000. طيب خلي بالكم لو الدينومينيتور عندي 5 يبقى اسهل حاجة عندي ان انا احوله 10. طب عشان احوله 10 يبقى اعمل ايه؟ اقول times 2. يبقى لو الدينومينيتور جالي 5 اعمل times 2 يديني 10، او 5 times 2 اداني 10. تمام، طيب انا عملت الفراكشن عملت له times 2، يبقى عملت الدينومينيتور times 2 يبقى لازم اعمل النيوميريتور times 2. اوكي، لان الفراكشن الحاجه اللي انا هعملها في النيوميريتور لازم اعملها في الدينومينيتور. تمام، يبقى عملت تايمز 2 للدينومينيتور يبقى لازم اعمل تايمز 2 للنيوميريتور. 3 تايمز 2 ايكوال 6، 5 تايمز 2 ايكوال 10، ايكوال 0.6. يبقى اول ملحوظه مهمه ناخد بالنا منها، احنا المفروض الهدف الاساسي عندي ايه؟ ان انا عشان اعمل convert any fraction to decimal form لازم اخلي الدينومينيتور بتاعي 10 or 100 or 1000. اوكي، طيب لو الدينومينيتور جالي 5 يبقى اسهل حاجة عندي ان انا اعمل له times 2. طالما هعمل times 2 مفيش حد يعمل لي times 2 للدينومينيتور وينسى يعمل لي times 2 للنيوميريتور، ده مهم جدا. هتعمل times 2 تحت يبقى لازم تعمل تايمز 2 فوق. اوكي، يبقى الاكزامبل ده اتفهم. طيب ناخد واحد تاني، هنا 9 and a half. اوكي، 9 and a half ده اسمه ميكسد نمبر. اسمه ايه؟ ميكسد نمبر. ميكسد نمبر ده any mixed number consists of two parts، whole parts اللي هو 9 or integer parts okay and fraction. يبقى any mixed number بسهولة okay بيتكون من number وfraction، number وfraction. okay، طيب لما اجي اعمل converting المixed number لديسيمال ركزوا هعمل ايه. ال 9 اللي هو النمبر اخليها زي ما هي هنا 9. طيب
هبتدي ألعب على الفراكشن ده، هبتدي ألعب على الفراكشن ده اللي هو الهاف. يبقى الهاف الدينومينيتور بتاعي 2، عايز أخلي 10. طب عشان أخلي الدينومينيتور 2 أعمل إيه؟ أعمل تايمز 5، أعمل تايمز 5. أوكي، طب عملت تايمز 5 في الدينومينيتور يبقى لازم أعمل تايمز 5 في النيوميريتور. أوكي، يبقى 9، 1 تايمز 5 إيكوال 5، 2 تايمز 5 إيكوال 10، يبقى 9.5. اوكي، يبقى لو جالي ميكسد نمبر بعمل ايه؟ الشغل كله على الفراكشن بارت، الفراكشنال بارت. اوكي، طيب يبقى اول ملحوظه خدتها ان لو الدينومينيتور 5 اعمل تايمز 2، ولو الدينومينيتور 2 اعمل تايمز 5. طيب تعالوا نشوف حاجة تاني. هنا 8/5 or 8/5، 8/5 or 8/5. اوكي، 8/5 هنا الدينومينيتور عندي 5، خلاص انا بقى في ذهني حاجة مبرمجة في ذهني كده، اول ما اشوف الدينومينيتور 5 يبقى اخليه 10. اوكي، عشان اخليه 10 اعمل له ايه؟ اعمل له تايمز 2، اعمل له تايمز 2. طالما هعمل الدينومينيتور تايمز 2 يبقى لازم اعمل النيوميريتور كمان تايمز 2. اوكي، 8 تايمز 2 ايكوال 16، 5 تايمز 2 ايكوال 10. اوكي، 16 اوفر 10 ايكوال 1.6، ايكوال 1.6. ماشي، طيب ناخد حاجة تاني. طيب هنا احنا استخدمنا الفراكشن عشان نعمله ديسيمال، استخدمنا ان احنا لازم نخلي الدينومينيتور 10 اور ايه اور 100 اور 1000. اوكي، وقلنا ان احنا نعمل تايمز، تايمز الدينومينيتور باي نمبر تو بي 10. اوكي، طيب هو ممكن ما نعملش تايمز ونعمل ديفايد؟ اه ممكن. ركزوا معايا بقى، هنا 64 اوفر 20. طيب هنا اعمل ديفايد امتى واعمل تايم امتى؟ لو اولا لو النمبرز اللي عندي كبيره، يعني هنا 64 و20، فلو انا عملت لها تايم هتكبر اكتر وهي اصلا كبيره. اوكي، لكن افضل ان انا اعمل لها ديفايد. كتير مننا بقى بيتلخبطوا في ايه، بيقول لي يا مستر انا هعمل ديفايد على كام؟ طيب هقول لك ايه بقى دلوقتي، هقول لك ان لو بص لليونت بتاع النمبر اللي في النيوميريتور وبص لليونت بتاع النمبر اللي في الدينومينيتور، لو لقيتهم 0 2 4 6 8 يبقى ده ديفيزيبل باي، divisible by 2، divisible by 2. يبقى لو لقيت اليونتس بتاع النيوميريتور والدينومينيتور even numbers يبقى ده divisible by 2. يبقى امتى اعرف ان النمبر divisible by 2؟ انه يقبل القسمة على 2. اوكي، اعرف امتى؟ اعرف لو كان اليونتس بتاعه even. يعني ايه even؟ يعني بيبتدي بنمبر من النمبرز دي 0 2 4 6 8. اوكي، طيب هنا 64 اليونتس بتاعتها 4، طيب وال20 اليونتس بتاعتها 0، يبقى الاثنين ديفيزبل باي 2. تمام كده، يبقى الاثنين ديفيزبل باي 2. يبقى لو انا لقيت الاثنين واحد اود وواحد ايفن يبقى لا، في واحد منهم ديفيزبل باي 2 والتاني مش divisible by 2، يبقى مش هينفع ان انا اعمل الديفايد. اوكي، طيب هنا ال 20 عايز اعملها 10، امتى 20 تكون 10؟ لو كانت divided 2، 20 divided 2 equal 2. طيب عملت تحت divided 2 يبقى لازم اعمل كمان فوق divided 2، 64 divided 2 equal 32 و20 divided 2 equal 10 اللي هي equal 3.10. 3.2. اوكي،
يبقى الهدف عندي هنا عشان اعمل convert لأي fraction اخليه decimal. اوكي يبقى لازم ان انا اخلي الدينومينيتور بتاعي 10، لازم اخلي الدينومينيتور بتاعي 10. والاكزامبل اللي احنا خدناه ده بيتكلم على ان انا اخلي الدينومينيتور 10. هناخد اكزامبلز تاني، لو جالي نمبرز وعايز اخليها 100 ونمبرز تاني عايز اخليها 1000. اوكي وهنتكلم في الموضوع واحده واحده. يبقى هنا عشان اخلي الدينومينيتور 10 لو كان الدينومينيتور 5 اعمل تايمز 2، لو كان الدينومينيتور 2 اعمل تايمز 5. اوكي طيب لو كان عندي ارقام كبيره، لو كان عندي ارقام كبيره يبقى مش هعمل تايمز، هعمل ديفايد. طيب امتى اعرف ان الارقام الكبيره دي ديفيزابل باي 2؟ ابص لليونت بتاع كل نمبر، لو النمبر اليونت بتاع النمبر اللي في النيوميريتور even، even يعني ايه 0 2 4 6 8. اوكي واليونتس even بتاع الدينومينيتور يبقى الاثنين ديفيزابل باي 2. اوكي يبقى عرفتوا الديفيزابيلتي باي 2. شكرا، واتمنى ان الدرس يكون اتفهم، واستنوني مع بعض.